شاوت البركاته يا شاب، معكم زايد في لعبة أندرتيل. واليوم يا شاب أتوقع أنه راح يكون آخر فيديو لأندرتيل إن هاي المذبحية، لأن شاب خلاص باقي عند داين وميتاتون وسانز وأزغور وفلاوي، بعدها خلاص نخلصها. وصح شاب راح أكررها مرة ثانية، دلتا رون يا شباب لعبتها، خلصتها من زمان وأعرف إيش بصير. فأنا الحين قاعد أنتظر الشابتر الثاني. رجعني شاب لحد يقول لي نزل دلتا رون. المهم شاب حكينا هذا الفيديو، أنا بوصل هذا الفيديو إلى بمن هذه النهاية المذبحية والأخيرة. نبغى الفيديو هذا يوصل 10,000 لايك. يلا شباب لا حد يبخل باللايك شباب، يلا ولايك لايك بس. يلا شباب خلوا مطعكم ونبدا. اوكي شباب يلا وصلنا لهذا القتال، يلا ليتس جو. هذه المره يا عند داين راح اقتلك. او ماي جاد يا ساتر، ما لعبتها من زمان يا شباب. لا ضي او ماي جاد ايش ذا، ضيعت اكثر من ضربه. لا يا اخي هذه ضربه كريه يا شباب. او ماي جاد كريه الضربه يا اخي، اكرهها. اوكي يب اي ثينك ام ديد، واضح يا شباب ام ديد. او ماي جاد اوكي يب او ماي جاد يا ساتر يا اخي، نسيت الضربات يا اخي، الضربه اكرهها والله. او ماي جاد ام ديد يا شاب ام ديد. لا او ماي جاد لا يا اخي، يا الضربه دائما تقتلني يا الله. والله شاب شكل القتال بيكون جدا صعب حرفيا. عاد كيف قتال سانز يا ساتر، والله شاب او ماي جاد على القتال قاعد اعاني فيه. كيف قتال سانز؟ اوكي هذه ضربه اكره ضربه هذه يا اخي، هذه ضربه كريهه. او ماي جاد كمان. اوكي يلا شباب اول مره اتعدى هذه الضربه. يلا شباب. اوه لا يا اخي اجين، ار يو سيريس انداين، ذات از نوت فير. او ماي جاد يا اخي، لا يا اخي بليز يا اخي، شباب قربت تموت كمان. لا اكره هذه والله اكرهها. واو والله شباب الانعكاسات اكرهها يا اخي، يا اخي تلخبطك حرفيا، يقول لك روح فوق تروح تحت، تروح تحت تروح يمين يسار فوق، يعني مخ ما يستوعب يا شباب. لا او ماي جاد يا الله من هالقتال، ايش ذا يا اخي قتال صعب، هذه الحركه كريهه. او ماي جاد يا اخي ضيق والله ضيق. يا اخي شباب ام ديد الحين تعطيني حركه مره قويه. او ماي جاد ما ادري كيف، ما ادري يا اخي داي لا تعطيني اشياء انعكاسيه. او ماي جاد يا الله يا اخي شو القتال يا اخي، والله صعب قتال دارك سولز مو كذا يا عمي. يا اخي انا ايش اللي خلاني اسوي هذه النهايه، والله ما توقعت بهذه الصعوبه. اوكي سمعتكم تقولوها مره صعبه يا اخي، بس ما توقعت هالصعوبه، بس استحق يا شاب، استحق اني اعاني لاني قاعد اقتلهم كلهم، هذا اللي استحق انا. يا الله يا اخي ايش الحركه. او ماي جاد يا اخي تنرفز. I'm dead. Yep. I think. يا الله. شاب ما راح افوز عليها حرفيا. الضربة هذه يا اخي تنرفز. شاب انا خلاص اعلن رسميا اني كرهت انداين ومتحمس اني اقتلها. ايوه. يا الله يا اخي ضربات قوية يا اخي، والله صعب اسوي دوج يا شباب، والله مرة صعب يا كان دوج دي شي دوج. اوكي شباب احتمال اني اموت الحين. يا اخي ايش ذي الضربة هذه يا اخي، والله صعبة يا الله. كمان يا زايد تقدر. يا الله يا اخي والله يا اخي قربت اقتلها يا اخي كمان. يا الله من هالضربات هذه، وقف. ايوه يلا كمان. بليز يا رب ما في مقالب. لا 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 لا. يا اخي والله صعب يا اخي، I can't do shit. والله ايش ذا يا الله. او ماي جاد يا اخي ايش اسوي يا اخي، دمي شويه. يا الله ام ديد ام ديد. ياب I'm just dead. Yep. يلا حان شاب. I am this. Yep. I knew it. It's easy to die because of undying. Kill me. الله شاب خلاص تعبت يا أخي، 20 دقيقة وأنا أحاول. My God man إيش القتال يا أخي، قتال والله مرة صعب. You think I'm quitting undying?
I'm Quinn. I'm Big Boss. I'm Big Boss Dan Quaid. لا 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 يا أخي. يا الله. يلا يلا قربت تموت قربت. قربت. قربت شاب قربت. والله شاب مرتبك. Oh my God إيش الحركة هذه؟ أي حركة جديدة هذه. أوكي. الله يا أخي تعبت يا أخي. مرت نص ساعة وأنا أحاول يا أخي. هذا بدون سانز. كيف لو سانز؟ It's gonna be years before I kill him, dude. يا أخي شو ضد هالضربة يا أخي؟ ما أقدر أسوي شيء ما أقدر. الله يا أخي شو سوي ضد هالضربة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى دارك سولز مو قاعد مو حاول كذا يا أخي. إيش ذا؟ يا أخي إيش ذي الحركة هذه؟ إيش هذا؟ يا أخي إيش الحركة؟ ما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر